لو انت مطعمه كويس مش هتصيبي طفلك باي عدوى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب يشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض. النهارده هنتكلم عن موضوع العدوى اثناء الحمل. لابد ان الست تطعم كويس علشان يعني ما تصيبش طفلها باي اذى، حتى لو اصيبت بعدوى فهي من الممكن الا تصاب، يعني مش هيحصل لها تطورات نتيجة تلك العدوى في جسمها هي، ومش هتنتقل لجسم طفلها. من الأمور السيئة أن تكوني مريضة وأنت حامل، خاصة أنك في ذلك الوقت تكونين في حالة مراقبة لصحة طفلك النامي في بطنك والتي تعتنين بها لحظة بعد لحظة، وقد تكونين بالفعل محصنة ضد عدد من الأمراض المعدية. وبفضل برنامج التطعيم الناجح فقد صارت الحصبة الألمانية نادرة جدا والحمد لله، وهي العدوى الأكثر خطورة للطفل النامي، مما تمثله من تهديد على حياته. هذا وغيره ما يبرز أهمية الالتزام بالتطعيمات في موعدها للمحافظة على الأم وعلى الجنين في نفس الوقت، وخصوصا أن الأم يكون بالها مرتاح حينما تلتزم بالتطعيمات، لأن الأطفال وقتها كما ذكرنا لا يتعرضون للأذى حتى لو أصيبت الأم بعدوى أثناء الحمل. طيب، متى تصبح العدوى أكثر خطورة؟ هناك بعض العدوى يمكن أن تنتقل من الأم للجنين عن طريق المشيمة أو أثناء الولادة، وعندما يحدث هذا الأمر يكون له عواقب لا يحمد عقباها وخصوصا على الجنين. وما هو أكثر من ذلك، أن بعض الإصابات يمكن أن تجعلك أكثر مرضا إذا كنت يعني تحصلين على المرض أثناء الحمل وأنت غير مضعمة، وقد يحدث بسبب ذلك مضاعفات مثل الولادة المبكرة. ولا يمكنك تجنب جميع مصادر العدوى وأنت حامل، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات معينة لخفض معدل احتمال حدوثه على المرضى والحد من خطر المشاكل الكبيرة سواء بالنسبة لك أو لطفلك. رعاية ما قبل الولادة مباشرة، لابد من الحصول على الرعاية قبل الولادة. فعلى سبيل المثال يمكن لاختبارات الدم البسيطة أن تخبرك ما إذا كنت محصنة ضد بعض العدوى مثل جدري الدجاج والحصبة، كما سيتم اختبارك للعدوى التي قد لا تعرفين أنك مصابة بها، بما في ذلك التهابات المسالك البولية وبكتيريا المجموعة به والتهاب الكبد به وفيروس نقص المناعة الفيروسية. وإذا كنت تعتقدين أنك تعرضت لعدوى خطيرة أو أنك أصبحت مريضة، فإن الحصول على الرعاية في الوقت المناسب يمكن أن يساعد في كثير من الأحيان على منع حدوث المضاعفات. طيب، ما هي التدابير الأساسية في مواجهة العدوى؟ تشارك الأمهات المشورة حول أهمية الرعاية الذاتية أثناء الحمل. يمكنك القيام بعدد من الأشياء بنفسك. أيضا إن التدابير الأساسية مثل غسل اليدين وعدم مشاركة أكواب الشرب أو الأواني، وعدم تغيير فضلات القطط، واستخدام القفازات عند ممارسة البستنة، والابتعاد عن أي شخص مصاب بمرض معدي. هذا كله سوف يقلل من خطر الإصابة بالمرض. ويمكنك اتخاذ تدابير لتجنب العدوى المنقولة عن طريق الطعام أيضا، مثل عدم تناول أطعمة معينة، والأهم من ذلك هو غسل الفواكه والخضروات، والتأكد من أن اللحوم والأسماك والبيض لديك مطبوخة جيدا، وأن أسطح عملك اللي أنت بتشتغلي عليها غير ملوثة. طيب، دلوقتي هنتكلم عن بعض أنواع الحمل عشان في سيدات يستفسرن عن يعني ما هي تلك الأنواع وما هي أعراضها. سنتكلم باختصار عن بعض الأنواع المهمة. أولا مرض الهربس. إن مرض الهربس خاصة التناسلي، لأنه في أكثر من نوع، هو عبارة عن عدوى تمام تسببها فيروس الحلق البسيط اللي هو HSV.
الطريقة الأولية لانتشار الفيروس هو عن طريق الاتصال الجنسي، وبعد العدوى الأولية يظل الفيروس كامنا، يعني مش نشط، هيفضل في الجسم غير نشيط. يمكن أن ينشط عدة مرات كل سنة فيما بعد. التهاب المهبل الجرثومي، تصاب السيدات بالتهاب المهبل الجرثومي من خلال بعض الأنشطة التي تخل بالتوازن الجرثومي الطبيعي للمهبل، وأهم تلك الأنشطة هو ممارسة الجنس، ولكن هناك أنشطة أخرى تزيد من خطر الإصابة لن نستطيع ذكرها حتى لا نطيل وقت الفيديو. جدري الماء، وهو أحد أنواع العدوى الفيروسية المعدية، ويسببها الفيروس المعروف بفيروس جدري الماء النطاقي. وجدري الماء يتمثل أساسا بظهور طفح جلدي أحمر اللون يسبب الحكة للمصاب. بعد كده في حاجة اسمها شيكونغونيا، حاجة اسمها شيكونغونيا. طب ايه المرض ده؟ هو عبارة عن مرض فيروسي ينتقل الى المصابين عن طريق حشرات البعوض الحاملة للعدوى. طيب اعراضها ايه؟ دي بتسبب حمى، الام في المفاصل، ومن اعراضه الاخرى بعض الاعراض في يعني اعراض العضلات يكون فيها الم، الصداع، ووصول بعض الحالات الى التقيؤ والطفح الجلدي، واحساس عام بالاجهاد والارهاق. طيب الكلاميديا، وهو مرض ينتقل ايضا عن الاتصال الجنسي بسبب ما يدعى بالمنتشرة الحثرية. وبعض العدوى يظهر اغلب المصابين بدون اي اعراض، لكن يستغرق ظهور الاعراض عدة اسابيع بعد الاصابة بالعدوى. واهم الاعراض يتمثل في ظهور افراز مهبلي وحرقة في الادرار. طيب بعد كده الفيروس المضخم للخلايا، هذا الفيروس لا يسبب مشاكل للناس الأصحاء، الناس اللي هم صحتهم كويسة مش هيسبب لهم أي مشاكل، ولكن في استثناءات زي إيه؟ في حالة الحمل أو في حالة ضعف الجهاز المناعي، فإن هذا الفيروس المضخم للخلايا يسبب القلق، فيمكن أن تمرر الأم الحامل هذه العدوى إلى طفلها تمام أثناء الحمل، والذي من الممكن أن يعاني من العلامات والأعراض الخاصة بهذا الفيروس. وأيضا سنتحدث عن حمى الضنك، وهي عدوى فيروسية تنتقل عادة إلى البشر عن طريق لدغة من بعوضة أنثى من جنس الزاعجة، هكذا اسمها، تكون مصابة بعدوى حمى الضنك. بعد كده في حاجة اسمها داء الليستريات، داء الليستريات يسمى أيضا مرض الدوران، وهو جرثومة تسبب الشعور باضطراب معدي ناتج من تناول أطعمة ملوثة بهذه الجرثومة المستوحدة. بعد كده داء المشعرات، وهي عدوى طفيلية من أكثر الأمراض الطفيلية انتشارا، تصيب كلا الجنسين لكنها منتشرة أكثر في النساء، خاصة النساء الأكبر سنا، وهي سهلة نوعا ما في العلاج وفي الرعاية. هنتكلم دلوقتي بسرعة كده عن بعض أسماء العدوى اللي احنا مش هنشرحها، زي مرض السيلان والمجموعة به ستريب، والتهاب الكبدي به، ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة الذاتي، والحصبة الألمانية، والإنفلونزا، والأمراض المنقولة جنسيا، وفيروس زيكا. والمهم في كل ذلك أن تحترس الأم الحامل من تلك الأنواع من العدوى في فترة الأسبوع الأول من الحمل. قبل ما نخلص الفيديو بنركز ونقول على كل ست حامل إنها تحاول تعمل جميع الفحوصات بمجرد أن تعلم بحملها. يا رب يشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.